ربنا فاحص القلوب والنوايا الحسنة منها والسيئة، ولأن النفوس عالم من المتناقضات والتراكمات المضادة والمتفقة، فما فيش قدامنا غير أننا نلجأ للغة الجسد في محاولة منا لفهم ما وراء الطبيعة البشرية. العلم الحديث أثبت أن هناك الكثير من ردود الأفعال والملامح بتكشف مكنونات الدواخل البشرية. حلوة مكنونات دي، وبالتالي بتعكس ما يحاول بني البشر إخفاؤه عن عيون الآخرين. ده خلاني قررت أنا وكابتن عمرو جرانة نتكلم عن دلالة شكل الفم، أو تحديداً الشفايف. كابتن عمرو إزايك؟ حلوة مكنونات دي. مكنونات، شفت مكنونات عاملة إزاي؟ تحس إنها مكنناني. 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 إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا. تمام؟ أهلا بيك. في مثل شائع بيقول الجواب بيبان من عنوانه. هل مظهر الإنسان دليل لا يرد عن شخصيته؟ بعد 4 سنين فيزيونومي علم فراسة أقدر أقولك أيوة بنسبة كبيرة، ونسبة الخداع فيها وصلت معايا إلى نسبة قد تقل عن 5%. خلي بالك في ناس بتكبر شفايفها وتصغر شفايفها. لا يا فندم، أنا ما بتكلمش على العمليات الجراحية يعني. أنا في يوم من الأيام، مش عارف أقولها إزاي، إحدى الإعلاميات قعدتني مع إحدى الفنانات فبتقول لي حللي شخصيتها، فبعد ما بصيت لها كده قلت لها ما خدناش دي، ما خدناش في المدرسة. لا والله. فضحكت. اكتشفت إنها مغيرة في طريقة. لا أنا ما كنتش عارف. فبعد ما خرجت قالت لي يا كابتن ده أنت أول مرة تفشل. قلت لها يا فندم أنا عمري ما عرفت، مفيش حاجة زي بعض. لأن في حاجات دي متناقضة مع دي، ودي متناقضة مع دي، ودي متناقضة مع دي، ودي متناقضة مع دي، فأنا رحت ساكت. ما يتوافقش. والحمد لله ما كانتش حلقة، كان حوار. فبعد ما خرجت قالت لي كل ده عمليات. يا خبر أبيض. وراحت قالت لي لو أنت كنت قلت كنت أقول عليك كذاب. قلت لا، ما كله كان عكس بعضه يعني، أنا ما خدتش الكلام ده. يعني أنت بتبقى عارف إن في سيمترية معينة لازم بتبقى موجودة في، من كتر مثلا دراستك للوجوه أو علم الوجوه يعني. بتعرف إن لازم يبقى في سيمترية معينة، وأي حاجة خارج نطاق السيمترية دي بيبقى يعني كأنه بتبقى في حاجات متناقضه مع بعض. بيبقى في حاجات متناقضه مع بعض يعني. ما ينفعش تبقى انت بخيله في عواطفك، وبخيله في مشاعرك، وبخيله في كلامك، وبخيله في فلوسك، وحنينة. اعرف ان هنا في عمليه تكبير. تمام. ما ينفع يعني، فاهمه قصدي. فاهمه. ففي حاجه غلط. ما ينفعش تبقى انت عندك عواطف جامده وعندك مشاعر جامده وعندك حب جامد وفي نفس الوقت ما عندكش حنان. ما ينفعش يبقى فيه هنا عملية تصغير. تمام؟ صحيح. هنا ما ينفعش تبقى انت شخصية عندك رغبة في التجديد وفي نفس الوقت سلوكياتك تدل على انك انت ماشي على قط. يبقى هنا في عملية نفخ. تمام؟ فبتبان. طيب تمام، احذروا بقى كابتن عمرو جرانة، الحقيقة بيكشف عمليات التجميل. طب لا لا لا، مش بيكشف عمليات التجميل. انا اكتشفتها قدرا يعني. لا، الدكتور كان صايع. كان شديد. لكن في عمليات بتبقى باينه، انت بتشوفي واحده كده دي عامله كده اللي هي عامله بوتوكس، حاجات بتبقى بتبقى باينه. ده بقى العمليه مبالغ فيها. طب خلينا نبتدي بقى الـ 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 التحليل العملي. عايزين على السكرين كده يطلع لنا اول شفاه. دي بقى الشفاه الايه بقى؟ طب انا ممكن ابص عندي عشان انا الصوره فيها بقى مغبشه. اتفضل. طيب بص يا فندم، اول حاجه لما نيجي نتكلم عن الشفايف لازم تعرفي حضرتك حاجه مهمه جدا عن الشفايف. الشفايف دي الشفايف بصفه عامه تنم عن 3 حاجات. تمام. العواطف، الكرم، الرغبه الجنسيه. العواطف، الكرم، الرغبه الجنسيه. احنا قلنا رغبه، ما قلناش قدره. طيب كل ما الانسان تبقى شفايفه كبيره وواضحه ومحدده، يبقى الانسان اللي احنا بنتكلم عليه ده انسان عواطفه عاليه، كرمه عالي، وبالتالي رغبته كمان. لا، لما تكون الشفايف كبيره زائد محمره، نوت بيل. اوكي، يعني كبيره وفيها لون احمر طبيعي. تكتشف ان ده كمان عنده او عندها الرغبه الجنسيه. يقول لك الشفايف مورده. وده نكتشف ان الديفولت عند الستات ان هي تروح تكبر شفايفها وتحط اللون الروج الاحمر. تمام؟ وكلما كانت رغبتها عاليه اللون الاحمر لاواعيا في المانيكير وفي الروج، بتبقى الست عندها رغبه عاليه. طب في واحده مثلا ما تحبش تحط اللون الاحمر، تحب تحط اللون البيل، اللون الوردي. دي تبقى ليها نظره رومانسيه، في رغبتها الرومانسيه، وهكذا. وبعد كده لما نيجي نتكلم في الشفايف، تبقى الشفه اللي فوق حاجه والشفه اللي تحت حاجه. اللي معانا على السكرين دي دلوقتي، اللي هي مع حضرتك على الايباد،
دي بقى تندرج تحت بند مسمى. لا الصورة دي أنا حطيتها يا فندم عشان أدي فرق ما بين، بصي حضرتك الصورة اللي هي عندي أنا دي اللي على اليمين، على اليمين اللي هي ضربة في الشاشة فمش شايف كويس. تمام. أنا بدي هنا فرق ما بين الشفتين، الفرق ما بين الشخص اللي عنده راجل أو ست شفايف غليظة والشخص اللي عنده شفايف دقيقة أو حادة. فبالنسبة للصورة دي دقيقة ولا رقيقة؟ دقيقة رقيقة يعني رفيعة مسنتفة. بنفرق دلوقتي علشان بس الناس ما تتوهش مننا. دلوقتي هنتكلم عن الشفايف الغليظة. الغليظة اللي هي الشخص ده اللي على لما نيجي نشوف الشخص ده تلاقيه ان هو عنده شفايف غليظة من فوق وغليظة من تحت. الشخص ده زي ما احنا قلنا عبارة عن راجل كريم كريم، راجل عنده عواطف، يعني بيقدر قيمة العواطف، يتعامل مع الناس، يعطي عواطف ويتلقى عواطف، يبقى حبيب كويس، يبقى زوج محب ومعطوف، أب محب وعطوف، راجل كريم في كلامه، كريم في عواطفه، كريم في مشاعره، كريم في تعبيره عن مشاعره. وإذا حطينا عند الراجل ده اللي هو شفايف وردية أو الست دي شفايف وردية يبقى عنده رغبة جنسية. ده تلات أرباع مصر هتدور على الشفايف دي على فكرة. طبعا. طب ده ما عندوش عيوب؟ ايه ما عندوش عيوب؟ طبعا هنتكلم فيها حته حته. الراجل ده از جنرال او الست دي از جنرال شخصيه حاده، اللي هي شفايف الرقيقه ورفيعه. رفيعه بالظبط، ده شخصيه حاده، شخصيه ليست كريمه، ممكن نقول عليه حريصه في كلامها، حريصه في عواطفها، حريصه في مشاعرها، والرغبه عندها بتبقى رغبه مؤقته وليست كبيره. ده يعني هما تقريبا نقدر نقول عكس بعض. طب قبل ما نتكلم عكس بعض، يعني الشفايف الغليظه عكس الشفايف بعد كده نقسم بقى، عندنا بقى التخين فوق حاجه والتخين تحت حاجه ونبدا نتكلم فيهم بقى. طيب هنبتدي بقى بالايه؟ لا استنوا، انتوا بتجروا بالصور ليه يا جماعه؟ استنوا شويه بس كويس. طيب ان انا شايف عندي هنا، خلينا نبتدي بالشفايف الغليظه. انت قلت عليها كيفيه التعامل بقى، عيوبه ايه؟ مين حضرتك ده؟ قلت الشفايف الغليظه دليل على الكرم، دليل على العواطف، على التاجج، ان الرغبه عنده قويه، كريم في مشاعره، وانا قلت لك 3 ارباع مصر هتدور عليه. تمام تمام. طيب عيوبه ايه بقى؟ لانه اكيد في عيب. تعالي بقى يا فندم، الشخص الشفايفه التحتانيه، هنتكلم عشان اللي تحت غير اللي فوق، تحب نبدا باللي فوق ولا اللي تحت؟ اختار الشفايف التحتانيه. الشفره التحتانيه دي يا فندم كلما كانت غليظه كلما دل على الكرم في الكلام. تمام. عفوا، الكرم في المشاعر والكرم في التعبير عن المشاعر. تمام. ولو حطينا شفايف غليظه مع كف غليظ يبقى كريم في العطاء. تمام. كريم في القعدة، هو قاعد كده يحب تلاقيه دايما يحب يعزم. شوفي مثلا مثلا استاذ عمرو، استاذ عمرو اللي كان بره هو بيعزم حاجه، ده راجل كريم، بص على شفايفه تلاقي شفايفه مليئه ما بقى لازه كده. فلما طلع حاجه راح اتفضل راح عزم. تمام. واحد تاني ممكن يطلع نفسه خلاص، ابسط يا عم عمرو. ابسط يا عم عمرو، ماشي. فده يبقى علامه على الكرم في التعبير عن المشاعر، والكرم في العواطف، والكرم بصفه عامه في العطاء، لو اقترن ذلك بكف ايه؟ بالكف العريض، بكف سميك، ما قلناش كف عريض، كف سميك، تخين كده، مبقلص كده، تحس كده ان هو مليان كده. طيب قبل ما ننتقل بقى للشفه اللي فوق، لا لسه بقى عيوب بقى. عيوب بالظبط. الشاب ده او الست دي او الشخص اللي شفته تحت ده عنده عواطف. طيب ممكن يبقى دونجواني، وممكن يبقى دونجواني صادق، وممكن يبقى دونجواني ايه؟ كذاب. طب نعرف منين؟ ايه هو الشخص الدونجوان؟ الشخص اللي بيعرف يعلق البنات والستات. تمام. طيب بيعلقهم ازاي؟ مفتاح الست ايه؟ ودانها. مفتاح الست ودانها، يبقى هيقول لها كلام ايه؟ كلام علمي ولا كلام حب؟ لا كلام حب. يبقى لازم يكون عنده القدره على الكلام، عنده اصلا منبع العواطف. طيب ادي شفه تخينه زائد شعر ناعم. يعني زائد شعر ناعم، الراجل الناعم ده راجل حساس، شعر ناعم ده راجل حساس. ويحب الكواليتي اوف ايفريثينج، ويحب الرومانسيه، ويحب الاضاءه الخافته، زائد عينين سودة. العينين السودة دي سموها العيون العاطفيه. فلما يبقى عنده شفه تخينه وشعر ناعم زائد عين سودة او تميل الى السواد، يبقى ده اسمه دونجوان حقيقي، يعني اللي بيشعر بيه بيقوله وبيبقى كريم فيه. فتلاقيه ده. طيب تعالي بقى نشوف الدونجوان الكذاب. الدونجوان الكذاب تلاقي عينه سودة بس شفايفه برضه غليظة، وشعره اسود، وشفته اللي تحت رفيعه، مش تخينه، لكن شفته اللي فوق تخينه. طب الشفه اللي فوق دي عباره عن ايه؟ كلامانجي. اوكي. كلامانجي طبعا اتدلدلت من كتر الكلام يعني. ايوه. اللي فوق شفته تخينه، اللي فوق ده معناه ان هو كلامانجي، يجيد التحدث مع الناس، يجيد التعبير جدا. ولو بصينا لو بصينا كمان للصباعين دول،
تمام؟ لو بصينا للصباعين دول ولقينا ان الصباع الصغير ده يصل الى العقلة اللي هنا او يتجاوزها، معناها انه عنده القدرة على التعبير، معناها انه ممكن يكون شاعر، ممكن يكون قصاص، بيعرف يعبر كويس قوي، يعبر بالكلام ويستطيع كمان انه يعبر بالكتابة. لكنه طيب لو دي صادق. عالية ودي واطية يبقى كاتب صحفي. يبقى كاتب صحفي يعرف يعبر بالكتابة، يعرف يعبر بالقصة بالنثر بالشعر، لكن لما يجي يتكلم قدام الناس ما يعرفش يتكلم قدام الناس بقوة، يعبر بالكتابة. طيب الدونجوان الكذاب، تحت مفيش لكن فوق فيه، تمام، يبقى نصاب كلام. ده مشوه على فكرة، يعني طبعا. اللي تحت تبقى مفيش رفيع جدا. لا لا لا، بص شفة ما بقى لازم. طب احنا عندنا هنا حاجة في دول؟ لا ما عندك الشفة، يعني مثلا هناك دي تلاقي مثلا الراجل شفته من تحت رفيع زي اخونا اللي هنا ده بالظبط، بس ومن فوق هي مليانة شوية مع العين السودة والشعر الاسود، تعرفي على طول ان هو ايه، كذاب زفة، ود دنجوان كذاب يعني. طيب دونجوان الكذاب بقى اللي هو بيصطاد الستات علشان خاطر تو مانيبيليت ذم ويستغلهم. تلاقي حاجبه تخين، حاجبه تخين قوي، اطلعي كده بره، لما تطلعي بره تلاقي حد حاجبه تخين قوي 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 من الناس اللي قاعدين بره ده، تعرفي، ودايما تلاقيه قاعد جنب الستات، ما يجيش جنب الرجاله، ما يجيش جنبهم خالص. ده مين ده؟ هتطلعي تشوفيه. طيب ماشي خلاص، مش عايز اشوفه اصلا، انا مالي بيه، مش مهم. حاجبه تخين، حاجبه تخين ده بتاع ايه؟ بيعشق الستات، بيعشق الجنس الاخر، بيعشق الجنس الاخر مش الجنس ذات نفسه يعني، ممكن يبقى بس يحب يروح يلزق في الستات، يحب يروح يقعد مع الستات. طيب لو الدونجوان الكذاب وحواجب تخينه، وحواجب تخينه منعكشه، يجي يقعد يسويها كده تنعكش تاني بعد شويه، ده بقى بيحب العلاقات، ده بيسموه الملزق. حلو الملزق دي، سهله. ايه الملزق ده؟ ملزق، يحب يتلزق في الستات ويتلزق بطريقه تخلي الست تقول اف، تنفر منه بالظبط. فده الدنجوان الصادق وده الدنجوان الكذاب. تعرفي تسمعي باللي انا قلته لك تاني؟ لا تجمعي للمشاهد. طب انا عايز اسالك سؤال كده، معلش محتاجه افهم حاجه. هي الحاجات دي ثوابت يا دكتور عمرو؟ يعني عايزه اعرف، هل مفيش مره بتخلف مثلا حد ممكن يكون بمميزاته الشكليه او شكل ملامحه بالشكل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، لكن طباعه أو طريقته مختلفة خالص؟ يعني خليني أقول إيه، شكله بيظلمه. لا شكله بيظلمه، لأنه 100% أنه أكيد في استثناءات. الطيار يعني المساعد اللي كان معايا امبارح اسمه كابتن هشام كمال، لما تيجي تشوفي الملامح وشه تكتشف أن ملامح وشه حادة، تحس أنك أنت قاعدة مع إنسان مجرم، تمام. لكن لما تيجي تبص لتفاصيل وشه تكتشف أنه طيب القلب، راجل جدع، خدوم، حنين. طيب الملامح العامه بالظبط، لحظه واحده فندم، في صوره اللي هي مكتوب عليها الفك السلطاوي، لو جابها هتلاقي الملامح العامه للسيد، نجيبها كده يا استاذ شريف لو سمحت، اللي عليه رقم واحد. دي صوره من حلقه قديمه. تمام. ايوه هو ده. بالزبط. لما تيجي تشوفي الملامح العامه للكابتن هشام اللي كان طاير معايا امبارح من جاي معايا النهارده، تلاقي ان وشه ظلمه اللي انت قلتيها، لان الجنرال فيتشرز بتاعته بيسموها الهيبة أو الكاريزماتيك بيرسوناليتي، فلما حد يجي يبص له كده يفتكر إن هو وحش الغاب طويل الناب، لكن لما تيجي تبص لتفاصيل التفاصيل في وشه تكتشف إن هو عنده الشخصية الكاريزماتية اللي تدي الإلحاء بقوة، لكن عنده الحنية، عنده العطف، عنده الكرم، عنده التحدث، عنده الجدية، عنده سعة الصبر، فمع الكاريزماتيك دي كلها بيبقى شخص رائع. تمام. لدرجة انه بيقول لي انت الوحيد اللي فهمتني، انا كل الناس بتبص لي بتخاف مني، وكل الناس بتحس بتتعامل معايا من بعيد لبعيد، عشان خاطر هو الشكل الكاريزماتيك والهيبه بتاعته يدي خلت قياداته تقلق منه، فتحط جاب ما بينها وما بينه، لكن اللي بص في التفاصيل فهم الحقيقه ايه. طيب خلينا ناخد اتصال معانا ساره. الو يا ساره. الو، ازيك؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، نشكر ربنا. ليك يا دكتور ليكي سؤال كابتن عمرو. انا عايزه اقول له على شكل مناخيري. تمام. هي عاديه بس صغيره، بس انا عندي خرام مناخيري واسعه شويه. تمام، يعني هي شكل الانف صغير دقيق، لكن الخرمين بتوع الانف واسعين. تمام، انت عايزه تعرفي التحليل ده ايه؟ حاضر يا ساره، ميرسي على اتصالك. في حاجه تانية؟ في سؤال تاني؟ بالنسبه لبقي، يعني صغير بس شفايفي تخينه شويه. يعني البق دقيق لكن الشفايف عريضة زي ما هو قال بالظبط، يعني شفايف غليظة فوق وتحت. تمام، حاضر، ماشي. في ودان مثلا اي حاجة تانية ولا كده كويس؟ خلاص. عادي، وداني صغيرة. عينيا لونها عصري وكبيرة.
تمام، عشان بس يبقى الايه الملمح باين قدامه. حاضر يا ساره، هنحلل دلوقتي. شكرا. العفو. دي قمر مش كده بالذمه؟ ايه ده الموز ده؟ طبعا. طيب انا سمعت مناخيرها دقيقه. المناخير ما اقدرش اقول لها فيها حاجه لان دي اشكال وانواع وفي مناخير، بس هي قالت دقيقه وصغيره يعني مالناش دعوه. ليها اشكال. تمام. خلينا طيب في لكن فتحه المناخير دي معناها ان هي عندها سعه صدر. تمام. سعه صدر للناس، سعه صدر للاحداث، سعه صدر للمواقف. يعني ممكن انا تقعد هي في قاعده وانا وشخص ما مثلا يقعد يغتت عليها، يغتت عليها، يخنقها، وهي عندها سعه صدر للمشاكل. تمام. عربيتها تعطل والدنيا حر ولكن هي عندها، انت مثلا صدرك ده بتخنق. انا ده انا حضرتك انا بص بقى ده انا بتنفس بصعوبه هنا بقى اصلا يعني ازاي. ممكن اسدهم كمان شويه. افهمها ازاي او افهمها لحضرتك ازاي؟ مش بيقول لك العضو كل عضو ليه استخدامه؟ طيب مش احنا بنتنفس من المناخير؟ تمام. طيب لما تكون مناخيرك ضيقه معناها ان ان الرئه بتاعتك صغنطوطه دقيقه زي مناخيرك، فمش تمام. محتاجه فتحه كبيره قوي عشان تملى الكميه دي كلها. فمعناها ان خلقك ضيق جدا، فبتتنفسي على القد. فبالتالي لازم تكون القعده معاكي على القد، الحوار معاكي على القد، الرغي معاكي على القد. اللهم الا اذا كانت الموضوع او القعده او المكان او المشوار انت حضرتك انترستد فيه. بالظبط كده، ده صحيح. طيب طب نكمل بقى. هي قالت ان كمان يعني شفايفها صغيره ودقيقه. لا، بقها صغير وشفايفها تخين. بالظبط. البق الصغير يا فندم، يا ريت لو استاذ شريف يجيب لنا الشخص السلطوي. الشخص السلطوي يا استاذ شريف. تمام. لما نيجي نبص يا فندم على الصوره اللي هتطلع دلوقتي نلاقي ان في فرق ما بين الفك والبق. تمام. كلما كان الفك عريضا طبعا الشفافه هتبقى كبير، هتبقى عريض. لا مش ده، لا ده مش شارك. لا ده 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 تمام. ده راجل عبد الفتاح الغصري. هو ده بصوا لي انا هنا، هي دي. تمام. اهي لا 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 ولا دي كمان. هو مش مشكلة. شريف مش مذاكر. شريف مش مذاكر. هنلاقي ان الفك من هنا لهنا. تمام. اللي هو زي بق اسماعيل ياسين كبير. تمام. اوكي. ده معناه ان ده فك سلطوي. سلطوي يعني ايه؟ يعني شخص بيحب السلطه، شخص بيعرف يجيب سلطه لنفسه. تمام. شخص اذا منح سلطه ياخدها ويعرف يحافظ عليها ويستطيع ان ياخد سلطه ثانيه. طب العكس العكس البق الصغير، بق غير سلطوي. تمام. مالوش في السلطه، ما بيعرفش يحافظ على سلطانه. لو ندت لها قياده او ادت لها سلطه ما تعرفش تحافظ عليها، ما يعرفش. أيوة هو يدير الاخرين. هو حتى فك عريض الشخص يحب بس فك. الصغير. طب هي قالت لكن انا بقي صغير لكن شفايفي كبيره. بالظبط. طيب لو شفايفها كبيره من فوق يبقى متحدثه لبقه. الاثنين قالت. بالظبط. يبقى متحدثه لبقه، تستطيع ان تتحدث بقوه، تستطيع ان تعبر عن انفسها، سهله الاقناع. تمام. مش محتاج اقعد احلف لها 100 يمين و100 دليل واقعد احلف على الايمانات كلها واقعد اديها ادله وبراهين. لا، سهله الاقناع، غير متصلبه المواقف. الشخص تلاقي شافته عن زي الليمبي كده، عارفه الليمبي؟ ده شخص وكانه بيقول لك ايه، من فضلك ما تتكلمش معايا، انا قليل الكلام. ما تتكلمش معايا. ومن فضلك وانت بتتكلم معايا انجز كلمتين الا ربع. شخص ما بيغيرش موقفه. حقيقي كنا بنتكلم مع لما كلمتيني قلت له الشخص ده عامل معاه ايه؟ قلت لك تعملي معاه ايه؟ تديله المعلومات واضح وصريح بالبراهين. بالبراهين وتسيبيه. طيب شخص لما بتيجي تتكلمي معاه ما بيبقاش عايز لا يتكلم كتير ولا عايز اللي قدامه يتكلم كتير. تعتمدي معاه على المختصرات. ده الاشارات بقى، ده انا عامل لازم تبدأ من الاخر للاول. يعني مثلا ايه، يعني اقوله يعني المختصر المفيد. بالظبط كده. تبدأ من الاخر الاول. يعني مثلا يقول لك ايه، ها يا مدام حنان عملتي ايه النهارده في الشغل؟ حققنا نتائج يا فندم وجبنا ال100 جنيه كذا كذا كذا. وتروحي ساكت. انا هستسمحك بس، معانا استاذه نجوى عشان معانا على الخط بقى لها. استاذه نجوى. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ايوه ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، ربنا يخليكي. الحمد لله. قولي لي عندك ايه بقى سؤال لكابتن عمرو. اهلا وسهلا بالدكتور. بص حضرتك، انا يعني الشفايف عريضه شويه. تمام. والانف هي صغيره بس يعني مقفول عادي مش تمام. العينية عتلت مغدل كده شويه. بس طيب وداني صغير مش طيب. مشكله. حلو. ده كله صغير على فكره. يعني لا يعني تكادي لا تري بالعين المجرده غالبا كده. لا 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 عادي يعني الشفايف عاديه بس عريضه. يعني انت قصدك ملامحك دقيقه، يعني ملامحك يعني ايوه شفايفها دقيقه. اوكي حاضر. هيشرح دلوقتي الكابتن عمرو. مش حاجه مش كده عماله بس هي يعني كل حاجه صغيره، يعني شفايفها صغيره، مناخيرها صغيره، وطبعا مخنوقه زي ما فيش فتحه الانف صغيره جدا، وعينيها عسلي مغدر. عسلي ودانها صغيره. عسلي مغدر ازاي؟ عسلي مغدر.
يعني طيب. اللون خلقت ربنا خلاص. اوكي اوكي. اللون العسلي يا فندم في العين ده معناها البراجماتية، عقلانية براجماتية. ما هو البراجماتية؟ ما هو البراجماتية؟ ما هو البراجماتي؟ الشخص البراجماتي اللي هو يعني شخص نوعا ما مصلحتي ومن بعد الطوفان. بالظبط كده. بس انا دورت بدور على كلمه اشك من مصلحتي ومن بعدها الطوفان، فقلت انت بقى صحفيه عندك تعبيرات. الله يخليك. احلى مني. لا اتفضل حضرتك. انا مدب كده. اتفضل حضرتك. الشخص العين العسلي لوحدها دي معناها ان هو شخص عقلاني بيفكر بعقله ويستطيع انه يعرف مصلحته فين ويروح يعمل لها. نرجع لقوانين استراتيجيات الحياه. الناجح هو الشخص الذي يفعل المفيد له فقط من الحياة ويعرف مصلحته فين ويروح يعمل لها. اللون الأخضر شخص محب للخضرة، محب للجمال، محب للطبيعة، محب انه يقعد على البحر والأوبن أريا. فلما نجمع ما بين العسلي والخضار اللي فيها يبقى تجمع ما بين كل صفات الشخصية العقلانية البراجماتية، وتجمع ما بين حب الخضرة وحب الجمال وحب الديكور. تعرف تحط ألوان على بعضها، تعرف تلبس شيك قوي. عظيم. ده شخص متكامل، تنقي ألوان ستايلست رائعة، مهندس الديكور ممتازة مع التفكير العقلاني والبراجماتي. طيب هي نورتنا يا كابتن عمرو كالعاده. ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي هنتكلم عن الودان. ما قلتيش بقى الشفايف. الودان 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 الراجل الغيور والست الحتاليه. ودان الراجل الغيور والست الغيوره. طب لا الحلقه الجايه. الحلقه الجايه دي ليها برضو شفايف برضو الست الغيوره والراجل الغيور. الراجل الغيور وغيوره بعقل وغيور بعبط. يا ستار يا رب. طيب ربنا يكفينا شر الغيره اللي بعبط والغيره القاتله. اشكرك يا كابتن عمرو، نورتنا. ميرسي يا فندم.